طيب خلينا ننتظر احنا توقيع اللاعب، توقيع سامي الجابر، ونشوف ايش راح يقولنا. التقرير التالي يتحدث عن مستشارو الأندية ومستشارو رؤساء الأندية. تابع. إن بطريقة مباشرة أو بأخرى غير ذلك، فإن مستشاري رؤساء الأندية موجودون في الخريطة الكروية لدينا، يستشارون في الخطط الاستراتيجية للنادي وفي شؤونه الداخلية وتعاقداته وأوضاع الفريق وغير ذلك، وهو أمر مشروع لأي رئيس ناد متى ما اختار الثقات ذوي الخبرة والتجربة والحكمة والدراية بأمور الفريق. وفي هذه الحالة فإن النتائج الاستشارية ستكون مرضية لأنصار النادي ولجمهوره المحب. المشكلة تقع حين تفشل اختيارات رئيس ناد ما بمستشاريه، فالسيء أن الاستشارات ستكون وبالا على النادي ككل. أما الأسوأ فإن جماهير النادي وأنصاره ستصب جام غضبها على الرئيس فقط، دون التطرق لا من قريب ولا من بعيد لهيئته الاستشارية. ما يحدث هو درس لكل صانع قرار في الموسم القادم بجودة اختياره لمستشاريه، وهو درس للجمهور الرياضي بأن خلف القرار الجيد أو السيء أطراف أخرى لا تظهر دوما في الصورة. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. عبدالله، ممكن يأثرون الـ يعني المستشارين على 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 رئيس النادي سلبا أو إيجابا؟ بالتأكيد التأثير موجود. نحن أصلا يعني ما إحنا مع القرار الفردي. افترض رئيس النادي قراره يكون جماعي، جميل إنه يكون في استشارين، والأجمل إنه يكون من خلال مجلس إدارة النادي. لكن المستشارين عندنا يفرضوا نفسهم على رئيس النادي أو مشرف كرة القدم، مو هو اللي بيختار حسب الخبرة وحسبها. بتيجي العملية بالمجاملة وبالمعرفة وبالدعم خلال فترة الانتخابات وإلى آخره، أو من إعلاميين كمان عشان أكون صريح، بيفرضوا نفسهم على رئيس النادي، على الشخص المسؤول، وبالتالي تكون الاستشارات يعني أنا مستشارك كما تحب كما تريد، الشيء اللي أنت تبقى أحلي لك هو، أزبرق لك هو، أعطيك هو. فبتفتقد الاستشارة يعني دورها الإيجابي، وهي في غاية الأهمية. أبو يزيد، والله شوف تركي، يعني أنا بالنسبة لي الموضوع غير واضح. يعني أنا ما يعني لا أعلم استشاريين بصفة رسمية موجودين في أندية معينة أو في أحد الأندية أن هناك لجنة استشارية أو هناك ناس من أصحاب الخبرة والفهم الفني من يتخذون القرار. يعني في بعض الدول تجد هناك لجنة الكرة ولجنة كذا ولجنة اللاعبين ولجنة، وهم من يقومون بالاستشارة. لكن يبدو أن المقصود من التقرير انه هو المستشارين الجلساء الرئيس او القريبين منه. اي، وهذه الحقيقه يعني من الصعب ان الانسان يخوض فيها لانها تختلف من شخص لشخص. لكن انا اعتقد انه بشكل عام هناك الحقيقه ضعف كبير جدا في الرؤيه الفنيه وفي الفهم الفني، سواء في اداره الانديه او في المحيطين فيها. وهذا يمكن يفسر التخبط الحاصل في مستوى التعاقدات مع اللاعبين والمدربين والاشياء اللي تحصل في الانديه. في كل فترة تسجيل هناك يعني وفد من اللاعبين المغادرين ومثلهم قادمون، وهكذا من المدربين. فإشكالية كبيرة الحقيقة. طيب بعد الفاصل حصلك على موضوع الهلال، بس في هنا تجي رسائل وعلى الجوال يقول سامي الجابر طلع أحد مسؤول من النادي الفرنسي في مع الزميل بتال، وقال إنه سامي الجابر موجود بعقد تطوعي، يعني حضر للتعلم تطوعيا، ما في عقد بينه وبينه. اي ما فيها مشكله، يعني ما احنا بالنسبه لنا يهمنا انه الكابتن سامي يستفيد ويعود بخبره وتجربه. كيف هذا موضوع اخر لا يعنينا، يهمنا احنا النتيجه النهائيه. كيف سيعود سامي الجابر، كيف سيعمل، ما هي الاجواء اللي سيجدها في تجربته القادمه، هل ستعود عليه بالنفع، هل بالفعل يعني سيكون عاد بخبره ونضج وتجربه احترافيه كبيره، هذا اللي يهمنا. اما التفاصيل الدقيقه انا اعتقد انها لا تعني احد، او لا تهم، او لا يفترض ان تكون هي الاساس. الاساس هو الفائده اللي نجنيها من هذه التجربه، والاشياء يعني مجرد قشور لا تقدم ولا تؤخر. فاصل قصير، بعد فاصل نعود لمواصله الحديث. نذكر فقط بانه معلق الاماراتي الشهير فارس عوض هو ضيف برنامج كره في حلقه الغد.